ولإلقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة من القاهرة الدكتور مدحت أيوب، مستشار في مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية. دكتور، هل لك أن توضح لنا أهمية هذا التمرين؟ هو حرس المملكة واحد في رفع جاهزية الأمن في البحرين لمواجهة آفة الإرهاب. يعني هناك مبدأ استراتيجي يقول أن العرق في السلم يوفر الدم في الحرب. يعني كلما ارتفع مستوى الجاهزية والاستعداد والتنبه واليقظة في مواجهة الأخطار المحدقة بالبلاد، وكلما كان الجميع على قلب رجل واحد، سواء كانت مؤسسات الدولة أو مؤسسات المجتمع، في مواجهة هذا الخطر الدائم الذي يتعرض له المملكة، وهو خطر لا يطال مؤسسات الدولة فقط ولكنه يطال المجتمع أيضا. هذا الخطر الذي تقع البحرين في الخندق الأول في مواجهة الإرهاب في المنطقة. وهناك دول كما نعلم ترعى هذا الإرهاب وتغذيه، لابد أن يكون هناك درجة عالية من الجاهزية لمواجهة هذا الخطر في أي مكان ومن أي مصدر محتمل. طيب دكتور، أنت كمستشار كيف تنظر إلى أهمية التنسيق بين الجهات العسكرية والأمنية أيضا في البحرين فيما بينها من جهة، وأيضا مع الجهات الأمنية والعسكرية لدول الإقليم من جهة أخرى لمكافحة هذه الآفة وهي آفة الإرهاب؟ بالطبع يعني مواجهة هذا الخطر ليس مسؤولية وزارة الداخلية فقط أو مسؤولية الحرس الوطني فقط أو مسؤولية قوة دفاع البحرين، ولكنه مسؤولية مؤسسات الدولة كلها وأيضا مؤسسات المجتمع في التصدي لما يغذي هذا الخطر. نحن لما الإرهاب يغذي فكر، هذا مواجهة هذا الفكر تقع على مسؤولية مؤسسات المجتمع وأيضا تقع على مسؤولية الجهات الدعوية في المجتمع بالإضافة لمؤسسات الدولة. يحضر أيضا في هذا التمرين النيابة العامة، لأن يعني البحرين يعني تحرص تماما على تنفيذ القانون. أيضا هناك التنسيق من خلال التنسيق المشترك بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة هذا، ومصر في مواجهة هذا الخطر الذي يطال الجميع. وايضا هناك تنسيق امني بين مملكه البحرين والمملكه المتحده والولايات المتحده الامريكيه، سواء في حيث تبادل المعلومات او تبادل الخبرات. هناك تنسيق على درجه عاليه من القوه، وهناك تعاون بين مؤسسات الدوله في مواجهه خطر كبير وليس خطر ضئيل. نعم، اذا من القاهره الدكتور مدحت ايوب، مستشار في مركز الخليج للدراسات الاستراتيجيه، شكرا جزيلا لك.